فقرتنا الاقتصادية اليوم راح نتكلم فيها عن التعاون الاقتصادي بين دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان اللي يزور وفد تجاري منها غرفة التجارة والصناعة في دولة الكويت. أكيد أحمد، وراح يكون لنا حديث مطول عن هذا الموضوع. ينضم في الاستوديو الدكتور صلاح العثمان خبير الأسواق الناشئة. صباح الخير دكتور، وهلا وسهلا فيك معنا في برنامج العالم هذا الصباح. صباح الخير والسلام عليكم جميعا. عليكم السلام. بداية دكتور، ودنا أن تعرف على أوزبكستان من حيث موقعها الجغرافي، واقعها التاريخي، كذلك عن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية إذا أمكن، أكيد من خبرتك وتعاملك مع أوزبكستان يمكن ننقلها بطريقة للجمهور والمشاهدين. شكرا. أوزبكستان هي التاريخ، الجغرافيا، البشر والعلاقات الاقتصادية الكويتية الأوزبكية. التاريخ هي جزء رئيسي من طريق الحرير الذي يربط بين الشرق والغرب، وفيها مدن طريق الحرير الرئيسية، لؤلؤة الطريق الحرير تسمى سمرقند وبخارة وخوارزم. هي بلاد ما وراء النهرين سيحون وجيحون، واستقر فيها الإسلام بعد الفتوحات، وساهمت قدراتها الاقتصادية والوفرة المادية والاقتصادية والمائية والزراعية إلى توفر بيئة العلماء، ومنها أنتجت أئمة العلم الشرعي البخاري والترمذي والماتريدي، والعلوم الطبيعية ابن سينا والخوارزمي. وهؤلاء العلماء و200 عالم من علماء المسلمين، فهي دولة زاخرة في العلم. لكن خلال فترة القيصرية الروسية والاتحاد السوفيتي قليلا ابتعدنا، الآن بدأت تنفتح وبدأ يكون هناك التواصل، وينشط هذا التواصل أكثر منذ عام 2017 تقريبا، من ما مسك فخامة الرئيس شوكت مرزاييف الرئاسة في آخر 2016-2017، بدأ بخطط الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم، وأيضا تم تغيير كثير من التشريعات التي تحمي حقوق المستثمر الأجنبي، وزادت الاستثمارات الأجنبية، وبدأ هذا التواصل. نعم. إذا نتكلم عن المنتدى، منتدى الأعمال الكويتي الأوزبكي، وأيضا أهداف هذا المنتدى دكتور. المنتدى يعني يقيم بالتعاون بين سفارة جمهورية أوزبكستان في الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت، يعني تعاون كريم من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وأيضا سفارة دولة الكويت في تاشكند. الهدف من المنتدى هو عبارة عن التواصل المباشر. طبعا هذا أول منتدى يقام على يعني في أرض الكويت، أقيمت منتديات خاصة من عام 21 و22 أيضا، لكن من خلال زوم كونفرنس بسبب الجائحة في ذاك الوقت. وهذا التواصل يعني يجعل الطرفين يفهم فرص الاستثمارية في أوزبكستان، وأيضا الأوزبك من الجهة الأخرى يفهمون كيفية التعامل مع توقعات المستثمر الكويتي. إذن هذا المنتدى كان على الافتراض العالم الافتراضي والإنترنت، والآن هو على أرض الواقع، أكيد يلمسون التواصل عن قرب وتبادل هذه المعلومات بالضبط. ونشوف مع بعض لقطات معنا من هذا المنتدى. كيف راح يساهم هذا المنتدى في تعزيز سبل التعاون والعلاقات بين أوزبكستان ودولة الكويت في مختلف القطاعات التجارية؟ كيف نستثمر ونستفيد من هذا اللقاء اللي صار؟ أساساً في الكويت مبادرة من السابق، من أيام السوفيت، يعني سفير الثقافة الكويتية مجلة العربي في عدد يناير 1980 قامت باستطلاع مصور عن تاشكند، وفي أغسطس 2019 قامت أيضاً بعمل استطلاع عن أوزبكستان. فالعلاقة الكويتية يعني بدأت طبعا بعد الاستقلال أوزبكستان في 1991. في بداية الألفية تبادلت البعثات الدبلوماسية بين الكويت وأوزبكستان، وفي 2004 تمت اللي هو الاتفاقية حماية الاستثمار وتشجيعها أيضا بين الكويت وأوزبكستان، والآن هذه الأنشطة بدأت. طبعا يبقى ما يتعلق بماذا يعني يستثمر فيها الطرف الكويتي، هناك كثير من الفرص، لكن ما أقترحه هو عبارة عن الاستثمار في الخدمات، لأنها دولة بينها وبين أول ميناء بحري دولتين، يعني منطقتين جمركتين، وهذا يرفع من تكلفة التجارة. فمن المناسب إذا يكون هناك في استثمارات تكون في الأنشطة اللي سوقها أوزبكستان اللي بعدد تقريبا 40 مليون نسمة، أو آسيا الوسطى اللي هي 150 مليون
نسمة أو الخدمات التعليمية والخدمات الصحية أو الإسكانية، هذا أيضا لها مجالات. الخدمات أيضا المالية أيضا فيها فرص أكثر. أوزبكستان إنتاجها ناتجها القومي تقريبا يصون هذه السنة يمكن 100 مليار دولار بنمو سوي 5.5%. التضخم عندهم تقريبا 9%، لكن يسيطرون عليه. في استقرار في العملة، فهي والقوانين بدأت كثيرا يعني تتطور لخدمة وحماية المستثمر، وهما جدا يعني متفاعلين مع أي تواصل، خاصة سفارة جمهورية أوزبكستان في الكويت عندهم يعني هذه القابلية للتعاون وأيضا التواصل يعني. نعم، يمكن احنا قاعدين نشوف فيه تساهيل كبيره من قبل طبعا الجانب الاوزبكي في هذا الشان من ناحيه الاستثمار هناك وايضا التجاره هناك. نعم. في اوزبكستان ونشوف هذه التساهيل وخاصه في منطقه الخليج وتحديدا بالكويت. نعم. اتمناها تكون وجهه سياحيه بعد يعني على نعم. هي وجهه سياحيه. نعم. اي يعني يمكن فيها جوانب الطبيعه، الجمال هناك وحتى التاريخ. نعم. مثل ما تفضلت يمكن في بدايه حديثك وقلت انه يعني زاخره بالتاريخ يمكن في اوزبكستان. نتكلم ايضا عن استثمار العماله اللي في اوزبكستان. نعم. قبل لا نجري اللقاء يمكن قالت زميلتي نوره ان هناك يمكن الجانب التمريضي عندنا بالكويت موجودين. نعم. يعني العمالة نقدر نستقطبها من أوزبكستان. نعم. وهذا يعني تزيد الفرص بيننا وبينهم في هذا الجانب أيضا. وهذا دائما نقترح أن يعني الأوزبك مميزين بقدراتهم العلمية. يعني مناسب جدا ويعني يعتبر قيمة مضافة إذا تم يعني استضافة كفاءاتهم البشرية. صح. أطباء، مهندسين، جميع التخصصات، وهم عندهم قدرة أن يتأقلمون وأيضا يتطورون مع البيئات اللي يعملون فيها. فنعم أنا يعني هذا الشيء أعزه أكثر. فإذا بيكون هناك في شيء فعلا نستقبله من أوزبكستان اللي هو الكوادر البشرية مميزين جدا ولهم قيمة من جميع المجالات والنواحي. جميع المجالات نعم جميع المجالات، ونظامهم التعليمي هناك قوي جدا ويعني متميز وخليط من الثقافات كافي. إحنا نعرف أن جيناتهم هي تحب العلم يعني. صحيح. كعلماء ويعني احنا ذكرنا هذا في بداية حوارنا. انا ودي اتكلم عن هذا المنتدى وما ابرز الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة في الجانبين الكويتي والاوزبكي، يعني نتكلم عن الاتفاقيات اللي صارت. هو فعليا اتفاقيات كانت سابقة، بس كان المنتدى هو عبارة عن بناء جسر العلاقات وفتح مجالات المفاوضة للاتفاقيات. طبعا الاتفاقية 2004 هي مهدت الآن، بس كان موضوع الجانب العامل الاقتصادي، الجدوى الاقتصادية الآن بينت. الآن أي مشروع بيدخل لازم يعمل يعني دراسة الجدوى حتى يعني يدخل السوق الأوزبكي. لكن من ناحية الاتفاقيات صندوق التنمية له دور كبير يعني في أوزبكستان، ودخل في مشاريع الخدمات الصحية والسكة الحديد. وطبعا كان يرأس الوفد الأوزبكي نائب وزير الاستثمار والتجارة، والتقى أيضا بالصندوق هنا وقام بجولة يعني مع لفعاليات اقتصادية في الكويت. فعملية الاتفاقيات هي في الطريق، بس الأهم زيادة التواصل. هو ما تحتاج يعني الكويت مع أوزبكستان زيادة التواصل، وهذا التواصل هو سيبني بعدين اتجاه الاستثمار، رؤى يمكن واستراتيجية تصب في هذا الموضوع. كنا نتكلم أيضا أحمد عن هذا الموضوع، عن العلاقات بين البلدين. أكيد يمكن إحنا قاعدين نشوف هذه العلاقات بين البلدين، وكونك أنت خبير بالأسواق الناشئة يمكن دكتور صلاح، شلون احنا نقدر نطور في مثل هذه العلاقات الاقتصاديه والتجاريه ما بيننا وبين اوزبكستان في هذا الجانب؟ يا ليت نبين يمكن للساده المشاهدين اوجه التطور يعني في هذه الناحيه، وخاصه المجالات اللي مثل ما ذكرتها. نعم. اول شيء اتكلم عن نحن الان في وقت الاتجاه شرقا، تكتل الشرق يتكون اقتصاديا وسياسيا. كسوق ناشئ دائما السوق الناشئ ميزته النمو السريع. الأسواق المتقدمة فيها الاستقرار لكن النمو يعني بحدود 3%، لكن الأسواق الناشئة لا، تتكلم عن 7-9%. لزيادتها يجب أن نبدأ بدايات متدرجة. أول شيء في الأهم التشريعات وزيادة التواصل، كثافة المعلومات
بداية مشاريع متدرجا، يعني في مشاريع معينة تمام. حتى الأطراف يختبرون بعض، لأن بيئات الأعمال يعني مختلفة وهناك في يختلف أيضاً. بالضبط يختلف التوقعات أيضا، وفهم حقنا للإجراءات يعني فيها، حتى فهمنا حق الوقت والتوقيت وموضوع اللي هو الجودة أيضا يختلف. فلازم المستثمر الكويتي الطرف يدخل في تجربة بعد دراسة الجدوى، وبناء عليها يقيم ويتطور إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يعطيك العافية ومشكور على كل هذه التفاصيل اللي كانت معنا أكيد في الاستوديو. شكر الجزيل للدكتور صلاح العثمان خبير الأسواق الناشئة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا.